السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه احنا بنكمل موضوع شراء وبيع البيوت في امريكا، وهنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي موضوع الاسكرو. كلمه الاسكرو ده يا جماعه محيره ناس كتيره جدا، وخاصه الناس اللي هم بيشتروا او بيبيعوا لاول مره. خلاص يا جماعه، البائع والشاري اتفقوا على السعر، والشاري راح للبنك وجاب البري ابروف مورجج او الموافقه المبدئيه، وعمل الفالويشن اللي هو التقييم بتاع البيت، وعمل الانسبكشن بتاع البيت اللي هو التفتيش بتاع البيت، واتفقوا على كل التفاصيل. فالخطوه اللي بعد كده ان هم بيعملوا موضوع الكلوزنج بتاع الديل. زي ما قلنا في حلقه من الحلقات قبل كده يا جماعه، ان الكلوزنج بتاع الديل دوت بيكون above او فوق السعر بتاع البيت. الكلوزنج بتاع الديل او تقفيل الديل دوت حوالي 1.5%، يعني الموضوع مش رخيص، 1.5% من تكلفة البيت. فانت لو عندك انت بيت ثمنه 500 ألف دولار، فكلوزنج الديل دوت بيكلفك حوالي 7500 دولار تقريبا، وده طبعا بيعتمد على نوع البيت وحجمه والمكان بتاع البيت. جوه موضوع الكلوزنج يا جماعة، مين اللي بيقوم بالموضوع ده كله؟ في شركة اللي هي شركة الاسكرو. طب ايه موضوع الاسكرو ده يا جماعة؟ البائع عنده متطلبات، والشاري عنده متطلبات، والبنك عندهم متطلبات. كل الحاجات دي بتتحط مع شركة. الشركة دي يا جماعة اللي احنا بنقول عليها الاسكرو. شركة الاسكرو ده يا جماعة ممكن يكون البنك هو بيشتغل كشركة اسكرو، ممكن يكون التايتل كومباني، الشركة اللي هي بتدي السندات بتاعت البيوت، ممكن هي بتكون هي شركة الاسكرو، ممكن تكون شركة خاصة هي الشركة دي كل اللي هم بيعملوها موضوع الاسكرو، ممكن كمان البروكر بتاعك ممكن هو يشتغل كاسكرو. فهي موضوع الاسكرو هي دي النقطة اللي في النص ما بين الشاري وما بين البائع. فالبائع بيحط البيت بتاعه مع شركة الاسكرو، والشاري بيحط الفلوس بتاعته مع شركة الاسكرو طبعا عن طريق البنوك. طبعا البيت زي ما احنا ما اتفقنا قبل كده ان السند بتاع البيت بيكون مع البنك، فهو بنك البائع وبنك الشاري هما اللي بيتعاملوا مع بعض. شركة الاسكرو دي يا جماعة التكلفة بتاعتها حوالي 2%، يعني حوالي لو مثلا قلنا بيت مثلا ثمنه 500 ألف دولار، ف2%، يعني حوالي 1000 دولار. لو البائع والشاري اتفقوا ان هما المصاريف بتاعت شركة الاسكرو ديت بيقسموها، فانت بتزود كمان حوالي 250 دولار على 1000 دولار، فبتكون حوالي 1250 دولار. طب مين اللي بيدفع المصاريف بتاعت شركة الاسكرو؟ يا اما الشاري هو اللي بيدفعها، يا اما البائع هو اللي بيدفعها، يا اما بيقول لك والله احنا هنقسم المصاريف ديت ما بيننا احنا الاثنين. فاول خطوة يا جماعة من خطوات كلوزنج الديل او اغلاق الديل دوت، اللي هي هتكون خطوة الاسكرو. الاسكرو كومباني بيكونوا محتاجين 3 حاجات عشان يبدأوا الشغل بتاعهم. أول حاجة الـ Purchase Agreement اللي هي العقد ما بين الشاري والبائع، ودي اتكلمنا عليها في فيديو من الفيديوهات. الـ Purchase Agreement يا جماعة بيكون فيها المتطلبات بتاعت الشاري ومتطلبات البائع، بيكون فيها السعر بتاع البيت، بيكون فيها الـ Closing Deal إمتى، النقل إمتى، بيكون فيها Disclosure، حاجات كتيرة جدا، إفصاحات عن البيت ومتطلبات من الشاري ومتطلبات من البائع. كل الحاجات دي بتكون موجودة في الـ Purchase Agreement أو العقد بتاع البيت. فالـ Escrow Company أول حاجة بيطلبوها اللي هي الـ Purchase Agreement، تاني حاجة بيطلبوها اللي هي الـ Document. الـ Document يا جماعة اللي هي الأوراق والمستندات اللي هي مع البائع وهينقلها للشاري. من ضمن الـ Document دي يا جماعة اللي هي السند بتاع البيت اللي هو اساسا بيكون موجود مع البنك، فالبنك بتاع البائع بيحطه مع شركه الاسكرو عشان البنك بتاع الشاري ياخده. فقلنا اول حاجه اللي هي البيرشس اجريمنت اللي هي
العقد، تاني حاجة الدوكيمنت أو الأوراق، تالت حاجة الفلوس، الشاري هيشتري البيت هياخد الدوكيمنت والأوراق دي كلها وهيحط الفلوس. طب إيه ميزة بقى موضوع شركة الإسكرو ده يا جماعة؟ خليني أقول لكم مثلا مثال بسيط جدا. البائع هياخد كل الأوراق including السند والحاجات ديت وهيحطها مع شركة الإسكرو وهيمضي كل الأوراق، فكأنه هو باع البيت من غير حتى ما ياخد فلوس. الشاري يا جماعة بياخد الفلوس بيحطها مع شركة الإسكرو، ففي أحيانا في ناس بتشتري البيت كاش يعني بيحط شيك. طب تخيلوا يا جماعة لو شركة الإسكرو دي مش موجودة وإن الشاري حط شيك والشيك ده طلع مضروب وإن الشاري أخد السند، ساعتها الاتنين هيروحوا على المحاكم وحلنا بقى. وده يا جماعة ده الحاجة دي بتحصل كتيرة جدا في بلادنا عشان ما فيش شركة إسكرو. بس هنا اللي بيحصل إن شركة الإسكرو ديت، طبعا شركات الإسكرو هنا بيكون معترف بيها وبتكون شركات موثقة، فاللي بيحصل هنا إن البائع بيحط كل حاجاته مع شركة الإسكرو والشاري بيحط الفلوس بتاعته وكل حاجات اللي هو عايزها كمان مع شركة الإسكرو. شركة الإسكرو ديت بيعملوا إيه؟ بيشوفوا الأوراق بيتأكدوا إن كل حاجة مظبوطة، إن الفلوس مظبوطة وهم ده اللي اتفقوا عليها، هيتأكدوا إن الأوراق مظبوطة وهي دي اللي هم اتفقوا عليها. طبعا شركة الإسكرو ما بيعملوش دوت عن طريقهم، شركة الإسكرو طبعا بيكون عندهم المحامي بتاعهم، المحامي بتاع البائع والمحامي بتاع الشاري، وهم الاتنين بيتعاملوا مع بعض، بس مين اللي في النص ومين اللي بياخد باله عن الموضوع ده كله؟ هي شركة الإسكرو، فهي شركة منظمة لكل حاجة بحيث إن هم يحموا البائع ويحموا الشاري من أي حاجة ممكن تكون مش مظبوطة. عشان كده يا جماعة شركة الإسكرو ديت مهمة جدا. من الحاجات المهمة يا جماعة إن الإسكرو كومباني بياخدوا بالهم منها إن هم بيعملوا أوردر لحاجة اسمها preliminary report أو تقرير مبدئي عن البيت. التقرير المبدئي ده يا جماعة بيكون فيه سلسلة الناس اللي اشتروا البيت، بمعنى مثلا ان هو بيبين لك ان فلان اشترى البيت في السنة الفلانية وباعها في السنة الفلانية، وبالشكل ده بيشوفوا سلسلة الشراء والبيع. فلو في جزء من السلسلة دي مقطوعة فبيقول لك والله البيت ده فيه مشكلة، فبيحاولوا ان هم يحلوا المشكلة ديت مع المحاميين بتاع الشاري وبتاع البائع. الحاجة التانية يا جماعة إن التقرير دوت بيكون موجود فيه أي مشاكل موجودة على البيت، لو في لين، لو في حد حاطط لين على البيت، أو في مشاكل على البيت من ناحية البلدية، أو بانيين حاجة مش مظبوطة، أو فهي شركة الإسكرو كومباني بيبصوا على الريبورت دوت وبيدرسوها عن طريق المحاميين بتاع الشاري وبتاع البائع، بحيث إن الشاري أما بيشتري البيت من البائع بيبقى عارف متأكد في المية كمان ان البيت دوت ما عليهوش اي مشاكل. فشفتوا يا جماعة الموضوع منظم جدا 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 هنا في امريكا. عشان كده يا جماعة ان المشاكل في امريكا بالنسبة لبيع وشراء البيوت قليلة جدا. اتمنى يا جماعة كان الفيديو مفيد، وما تنسوش يا جماعة ان انا عامل بلاي ليست مخصوصة عن الفيديوهات ديت اللي هي فيديوهات شراء وبيع البيوت في امريكا. البلاي ليست دي يا جماعه انا حاطط فيها كل الفيديوهات ديت، زي ما انا قلت لكم ان الفيديوهات ديت فيديوهات قصيره حوالي 8 10 دقائق، كل فيديو بيتكلم على حاجه معينه فانا عاملها بالشكل دوت بحيث ان انت لو انت بتدور على حاجه معينه ما تقعدش تدور على فيديو طويل، بتدخل على الحاجه اللي انت عايزها وبتتفرج عليها. لو الفيديو عجبكم يا جماعه ما تنسوش اللايك، ولو القناه عجبتكم ما تنسوش تشتركوا فيها وتشيروها لأصحابكم، ونكلمكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.